بين تاون اليوم نستضيف صوفي الهوا فاشن ستايلست، شغلت بعدة فيديو كليبس بالخارج بأمريكا وبأماكن تانية بلبنان، عدة مسلسلات منها شفناها على شاشة الام تي في. نشوف قد ايه أهمية الكونسلتنسي، الايمج كونسلتنسي أو الفاشن كمان ستايلست، قد ايه أهميتها أو أهميته بعمل فني. أهلا وسهلا فيك. هاي خبريني صوفي، شو يعني فاشن ستايلست أول شيء؟ يعني شو المطلوب من فاشن ستايلست؟ الفاشن ستايلست هو أكتر شيء دومين بنشغل على التلفزيون، برانويز بنشغل، بماجازينز بلبنان، بالمسلسلات يعني تي في سيريز برا، وهو تلبيس الكاركترز بالميوزك فيديوز، بالمسلسلات، بالرانويز هو المودلز، هو اكثر شيء يعني ما بيتبع بالرانويز بيتبع الفاشن، بالمسلسلات والتي في سيريز بيتبع الكاركتر شو مطلوب، مثلا حكيم، محامي، هيك أكتر فقير شي. غني يعني فقير غني ايه هو اكثر شيء، يعني ما بقعد يتبع كثير، كيف بشوف الاشياء كمان. اكزاكتلي. بس يعني هون الممثل ما له اي مطرح، بس الكاركتر الشخصيه، يعني تركيز بس على الشخصيه، اكثر شيء التركيز على الشخصيه. اشتغلت بأكثر من مسلسل، بذكر منهم أصحاب ثلاثة وخمسين ألف، وكمان مسلسلات تانية. بس بالمسلسل كيف تبلشي الشغل؟ يعني بلشي تكوني بتعرفي القصة، بتعرفي أكيد لازم خلفياتها، أكيد لازم نكون قارين السيناريو، لازم نكون عارفين كم كاركتر في بالسيناريو رح يكون فيه بالمسلسل، شو الستايل، نعمل بري برودكشن مع المخرج، كل هول لازم يكون عارفينهم ahead of time. كل شيء لازم يكون عارفينه. هذا اذا ما كان في ايبوك كمان، يعني اكيد اكيد الايبوك صار اصعب، يعني صار بدنا نحضر كوستيومز مع ديزاينر، مع الخياطه، everything has to be محضر قبل بوقت. يعني طيب نشوف فيديو صغير عن شغلك ونرجع نتابع. طبعا اوكي. You're feeling inside the heat of my love. You're feeling again the sweet memory of love. Deeper in the night, I'm thinking about you. صوفي كيف وصلت لهالدومين؟ انا اخذت سيرتيفيكيشنز فيها وبالفاشن ستايلينج، بعدين انا عامله دومين ثاني اللي هو ايمج كونسلتنسي اللي هو كومبليتلي ديفرنت. شو بيفرق؟ هو اتس ذا ساينس اوف فاشن اللي هو اصعب بكثير ومور كومبليكيتد، بصير ستاديينج ذا بودي شيب اوف ا بيرسون، وبصير اكثر مع انديفيدجوالز، ما بيعود مع
مع الممثلين، في يعملوا الممثلين في مين ما كان يعملوا studying the body shape of a person، تلبسي according to the body shape شو بيلبق له، حتى people can study their face shape، يعملوا قصات شعر according to the face shape، بيحطوا makeup according to the face shape، مين ما كان في يعملها هيدا، وحتى ينقوا التكستشر تبع التياب، البرنت تبع التياب، الالوان شو بينصحهم، يعرفوا شو اللي بينصحهم، يخبوا ذير يخبوا كل الدفويات تبع جسمهم بالقماش المناسبه لجسمهم، حتى كمان دير هيدا الدومين في الشرك بنعمل محاضرات للشرك بنعلمهم اكشلي وي تيل ذيم شو الطريقه كرمال يحافظوا على الهايجين للموظفين يحافظوا على الهايجين تبع نفسهم شو يلبسوا السوتس المناسبين البنات شو التياب اللي يلبسون شو حتى النيل بولش لازم يحطوه حسب نوعيه الشغل نعم اكثر شيء هي للبانكس للديزاينر شوبس الكبار فا ايه هيدي كمان اتس انذر دومين كنا عم نشوفك قبل شوي هلا عم نشوف على كل حال هون الشغل هو مع يعني اشخاص كمان محترفين نعم مع مودلز مع هون الشغل بعشو على القطعه بالتحديد يعني كيفيه اظهار اللبس الديزاينز نعم هيدا مور شوينج ماي اون ستايل عم فرجي ستيلي انا بال شو بحب لبس اتس مور هيدا فاشن صار اكثر موضه هون ما عاد كاركترز مسلسلات ام مفلومه اما ميوزك فيديو شو بيطلب المخرج اما شو بيطلب الفنان صار هون ستيل رانوي فا هيك اكثر اذا هو ستايل كله على بعضه من الشعر للشوز لازم يكون متناسق او لازم يكون عم يعطي الايمج اللي مطلوبه اكيد اذا كان كاركتر او اذا كان بدك يعني فعلا تظهري شخصيه الشخص هو كمان هذا كاركتر بس هذا الكاركتر الحقيقي اكيد كله لازم يكون جاي على بعضه لازم يكون شوز مع كل شيء لازم يكون بالايمج كونسلتنسي فيك تعطي شخصيه مختلفه للسيده او للرجل ايه اكيد نحن بنحافظ لها على ستيلها وبنزيد عليها يعني ما بنشوف هي اصلا شو بتلبس وبنزيد عليها تاتشز ما بنغيرها كومبليتلي بس في اشخاص عبالهم يغيروا حالهم اذا هي بدها اكيد اذا هي اما هو بده يغير كومبليتلي بنغيره كومبليتلي بس اوقات بنغير شوي صغيره يعني الكلاسيك بنجد له عليه الكلاسيك عاده مثلا عم بعطي اكزامبل الكلاسيك بيروح اكثر على الوان الكلاسيك مثل الابيض والاسود والكحلي بنزيد له احمر شوي بالوانه ريد سكارف الى ريد كرافات حمراء مثلا بس اكيد اكثر شيء العالم بيقولوا لنا انا حابه اغير ستيلي كومبليتلي بدي روح من شيء كلاسيك لشيء كثير فانكي اجي يعني فانكي شيء كثير مودرن فبنشتغل على هيدا الشيء بلا ما نحسسه انه يعني بلا ما نحسسه انه كثير تغير يعني كومبليتلي من يضل قادر يتقبل على هيدا يعني الستايل الجديد يضل متقبل الستايل الجديد اكيد فهيدا شغلنا بالإيمج طيب قديه الترندز والفاشن اللي عم تتطور كل الوقت بتلعب دورة هون؟ أكيد ليك بالإيمج كونسلتنسي إذا عم تحكي عن الإيمج كونسلتنسي اتس نوت أباوت فاشن نحن يعني أكثر شيء أنا بنشتغل على ستايل في ستايلز معينين هذا اللي بدي أوصل له آخر شيء لأنه نحن عم نشتغل شو بيلبق للشخص ما بنشتغل على الفاشن الفاشن العالم يوجولي they are victims of fashion بشوفوا شو دارج الوان بس الالوان ما بتلبق لكل السكن تونز ما بيلبقوا لكل الهير تونز
بشوفوا شو الموديلات التنانير دارجه الكروب توبس اللي ما بعرف شو ما بتلبق لكل ما بتلبق لكل العالم بتشوفي هالعالم كلها لابسه مثل بعضها في ستايلز اللي بخلوا العالم تتميز عن غيرها وهذا اللي بنشتغل عليه بالايمج كونسلتنسي واكيد تطابقا هيك بيقولوا لاشكال الاجسام طبعا صوفي لهوا اهلا وسهلا فيك بتمنى لك كل التوفيق شكرا لوجودك معنا ثانك يو وقفه هلا عم نرجع منتابع مع ولو فيم اليوم ضيفنا شرب الزياده خليكم معنا